وللحديث عن عودة التظاهرات في بغداد ودعم التظاهرات في ذي قار والبصرة لها ومقاومتها للمحاولات الحكومية لإجهاضها، ينضم معنا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. دكتور، ماذا تعني عودة التظاهرات إلى بغداد بعد يومين من محاولة القوات الحكومية فض التظاهرات في ساحة التحرير؟ مساء الخير مرة ثانية، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة هو هذا أصرار الشعب العراقي. احنا كنا نتوقع منذ بداية الانتفاضة وتحولها إلى ثورة شعبية تحررية حقيقية لإعتاق العراق عن هيمنة الدول الإقليمية والقوى الكبرى، أن يتحول هذا الإصرار الشبابي إلى حركة شعبية وطنية مصرة على نيل الاستقلال والحرية. لذلك ليس غريبا على شبابنا ولا على شعبنا أن يتجاوز هذه الكبوة التي تركتها انسحابات أو تهديم وجرف خيام الثورة، ونعرف أنه الثورة الآن تأصلت جذورها في نفوس العراقيين، لم تعد الثورة ثورة خيام واعتصامات فقط واحتجاجات عابرة مطلبية، وإنما أصبحت ثورة لها أهدافها الحقيقية، وأول هذه الأهداف هو إسقاط نظام المحاصصة المقيتة وكل الطغمة السياسية الفاسدة التي جاءت منذ 2003 ولحد هذه اللحظة. التحدي كبير، قلناها ونكررها، التحدي ليس قليلا، لكن إصرار الشعب العراقي وإرادة الشعوب هي في النهاية هي المنتصرة عزيزي. لذلك احنا أملنا كبير جدا أن تتوج هذه الثورة بما يريده الشباب وما تريده الأجيال القادمة في بلدنا، من أنه يكون هناك عراق مستقل حر متقدم آمن ومزدهر. هذا هو الحقيقة أملنا، وهذا هو أصرارنا، أصرار كل الثوار الآن، وسوف ننتظر الحقيقة أملنا كبير أن تعم الثورة كل محافظات، ليس فقط الوسط والجنوب، وإنما تمتد إلى شمال وشرق وغرب العراق وجنوبه، وتحرر هذا البلد الذي استعمر على مدى عقود كثيرة الحقيقة، وخصوصا في 17 سنة الأخيرة من قبل أطماع دول إقليمية وقوى عظمى، وأنهكت هذا البلد رغم امتلاك ثروات كبيرة وطاقات بشرية هائلة لاستعادة إعماره واستعادة هيبته واستعادة أيضا أمجاد التاريخ التي يعني يعترف بها العالم أجمع. هذا هو أملنا الحقيقي. نعم. إلى أي مدى دكتور ساعد مد التظاهرات في البصرة وذي قار في عودة التظاهرات في بغداد؟ هو هناك ترابط الحقيقة، لا يمكن أن نجهل شيء اسمه ترابط الشباب وتنسيقيات الشباب موجودين في البصرة والناصرية وواسط وكربلاء والنجف والمثنى والديوانية وكل المحافظات إن شاء الله، ومنها بغداد، لكن باعتبار بغداد هي المركز، حاولت الطغمة الفاسدة هذه وحكومتها، حكومة المحاصصة المقيتة، حكومة الميليشيات، أن تقمع بالبداية الثورة، مركز الثورة في ساحات سوح الاعتصام وخصوصا ساحة التحرير، على أساس أنه تنكسر شوكة الثوار، لكنه هيهات الحقيقة. هذا هي ردة الفعل الطبيعية. خرج أهل الناصرية، أهل ذي قار وأهل البصرة وأهل الديوانية وأهل كربلاء وكل شبابنا الحقيقة الآن، تضامنا مع شبابنا في بغداد، وفي بغداد أيضا استعادوا المبادرة شبابنا، وسوف ننتظر الكثير من الطلبة ومن الشباب ومن الأهالي ومن كل أطياف الشعب العراقي الحقيقة لنصرة ثورتنا وبتحقيق أهدافها المرسومة، وهي مثل ما قلت أنه إسقاط النظام وتشكيل حكومة طوارئ. هذا النظام فشل إلى غير رجع إن شاء الله، يسقط وتسقط حكومته هذه التي جاءت لقمع ما تستمر به ثورتنا، عوضا عما قامت به الحكومة السابقة، لأنه ما عجز عن حكومة عادل عبد المهدي، عجزت عن أن تجرف الخيم ومراكز الاعتصام، قامت به حكومة مصطفى الكاظمي بهذا الدور الخبيث
الذي الحقيقة بان منذ البداية ورفضناه باعتبار هذه الحكومة أيضا تشكلت من رحم الطبقة السياسية الفاسدة. على هذا الأساس نقول ونكرر بأنه الثورة ستستمر، سوف يكون هناك تضامن شعبي حقيقي بين بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وإن شاء الله تكون أيضا في المنطقة الغربية وفي شمال العراق. هذه هي الحقيقة اللي ننتظرها. طيب. هذه أمجاد أو تاريخ شعبنا برفض كل استعمار وكل هيمنة أجنبية على بلدنا وطرد الفاسدين من السلطة لتشكيل حكومة انتقالية. طيب دكتور، يعني اليوم في ظل مساعي الحكومة والقوات الأمنية الحثيث لإسكات صوت ثورة تشرين، ما هو المطلوب من الثوار كي يستمروا أو كي يحققوا أهدافهم؟ التراص، رص الصفوف، توحيد الكلمة، توحيد الخطاب، توحيد الأهداف، اختيار قيادة لهم. هذه القيادة سوف تسلك الحقيقة طريق الذي رسمته الثورة. هذا هو المنتظر من الثوار، أن تتوحد كلمتهم، تتوحد أهدافهم، لا فرقة، لا لغة أنا والذات وحب الذات والمطامح الشخصية. الطموح الشخصي يجب أن يربط بالطموح العام، طموح الشعب وطموح الوطن بالتحرر. لذلك احنا أملنا أنه هذه المبادئ الأساسية فهمها. لذلك أنا أقول أيضا تجربة الثوار الآن على مدى سنة كاملة الآن صقلت بشكل واضح وأنتجت الآن هذا التحدي الكبير وهذا الإصرار على تحقيق النصر المؤزر إن شاء الله. لذلك أقول أنه النصر آت لا محالة. الثوار يجب أن يتواجدون إذا كان في سوح الاعتصامات والاحتجاجات والثورة، وإذا كان حتى في منازلهم، أن يكون هناك تجيج استنهاض لهمم العوائل والشرائح الاجتماعية المختلفة، أن تتضافر الجهود وتتوحد الأهداف للتحقيق. الهدف الأساسي هو إسقاط النظام الفاسد وإسقاط نظام المحاصصة وإسقاط الطغمة السياسية الفاسدة وإنهاء الميليشيات وإنهاء التدخلات الأجنبية، إنهاء عصابات الجريمة المنظمة، إنهاء مافيات الفساد. هذه كلها الحقيقة يجب أن تنتهي وتنصب لهم محكمة شعبية حقيقية. يجب أن تحاكم هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي جاءت منذ 2003 لحد غاية الآن. هذا هو الحقيقة المنتظر وهذا اللي نرجوه من شبابنا. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.